تغطيتي للقرية العالمية لعام 2020. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ جولتنا في القرية اليمنية لعام 2020. هذه القرية اليمنية معروفة بالعسل، وما شاء الله هني محلات كثيرة اللي تعطيك العسل الصافي بأنواعه. العسل بأنواعه هني موجود، ما شاء الله، عسل بمكسرات، عسل سدر فاخر، عسل حبة سودة، عسل بأنواعه ما شاء الله تكثر هني. معظم العسل موجود في القرية اليمنية، ما شاء الله محلات كثيرة. وقسم اللي موجود في الجهة الثانية اللي أمامي حاليا هي قسم البهارات، بيت العسل يمني. في عندهم أيضا اللي أنا يعجبني في القرية اليمنية هو التراث اليمني، معروض في القرية اليمنية. عندهم في القرية اليمنية عندهم العسل بأنواعه، وما شاء الله الكل يعزمك أن يضيفك على العسل وكذا. ما شاء الله، شوفوا هذا هني محل عسل، وهذاك محل التراث، وهذاك عسل، وهذاك عسل. ما شاء الله الكل يعزمك على العسل، ولكن نحن ناخذ الأشياء المهمة في القرية اليمنية وهي البهارات. تتميز القرية اليمنية بالبهارات المتميزة والنادرة. من الأشياء الاحترازية في لعام 2020 وسبب كورونا، حطوا هذا اللاستيك هذا عشان ما حد يكون قريب من البهارات ويعني يلمس البهارات وكذا، ويكون من الأشياء الجميلة جدا. هذا هني عنده من مناحي الشفاء، كل واحد عنده نوع من أنواع العسل الموجود هني. عندهم العسل الأبيض، عندهم صراحة أنواع كثيرة. اللي فاهم بالعسل ترى هو فاهم بالعسل. هذا هو العسل، ولكن هني عندهم أيضا الخواتم، ما خواتم، هذا شيء متعارف عليه هناك عندهم في اليمن. اليمن أهلنا، وهذا من القلادات القديمة، لها أسماء معينة. المرتعشة احنا نسميها هالخواتم. هذه وين خواتم، وعندهم أحزمة، بس الكل مشغول هني، ما حد يقدر يساعدنا لأن هني يبون يبيعون بلا صح. هذا هني ما أدري، هاي مبيتات، منظف متعدد الأغراض. هذا هني الأشياء، خلونا ندخل هنا. أعتقد هذا يمني، عند الدلال، عند الأشياء اللي يعني متعارف عليها عند الخليجيين والعرب. الدلال، القهوة العربية، العصي، الخناجر، الأشياء اللي إن شاء الله هاي أعتقد أنها أعمال يدوية. هذه نحاول أن نعرفكم، وأنت من بيتك تقدر يعني تمر تشوف الفيديو هذا، تتعرف على الأشياء اللي تنباع في بالقرية اليمنية، وهي موجودة بالقرية العالمية لعام 2020. هذه مال مندي، أعتقد أنه مال مندي. خلوني أفتي لكم بما أن ما في حد موجود هني، خلوني أفتي لكم. أعتقد هذا للمندي، أشوف، ما أدري، الخبز أو المندي أو المشاوي. لا أصياخ هذا يمكن. هذا التحف هاي معروفة باليمن، تعرفون البنيان، هذا البنيان مع اللون بكثرة، يعني هذا رمز من رموز اليمن. هناك الأشياء
الأيغن، التحف والخناجر والتراث. هني عندهم الجلسة اليمنية، إذا لحقنا نصور صورنا. هني الشالات، هذه فيديو يعني تعريفي، وفي حلقات أخرى أنا أقدمها لقرى ثانية، ولكن كل فيديو أنا حبيت أنه يتخصص في قرية معينة نتعرف عليها. يعني هذا بعد أيضا للمندي أعتقد هني، وهاي الأشياء التذكارية اللي مساعة عرضناها. وما شاء الله هنا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذه من راجة، هاي محلات من راجة، هاي الحلي، هاي اللي يستخدمونه القدماء في 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 الخليج. طول لي بعمرك. الله حييك. هاي المرتعشة، انت شو تسمونها عندكم في اليمن؟ هاي احنا في اليمن مناطق، لا في لبة، في يعني كل منطقة لها اسم. ايه نحن هني عندنا في الامارات، وخاصة البدو يسمونها المرتعشة. وعندهم اشياء قديمة هني، الواحد اللي حاب انه يحتفظ بالتراث ولا شيء ولا حاجة، ترى موجود يعني عندهم دلال. في بعض الناس يعني حتى لو انت عندك مجلس يعني مكلفنك هذاك التكلفة، ولكن قطعة من هاي القطع التراثية تحلي الجو والمنظر. هني عندهم بعد عالم الخناجر ما شاء الله، يعني الـ 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 اليمن الشقيقة يعني لا يعلى عليهم في الخناجر، هم أساتذة في الخناجر، عندهم أنواع كثيرة وأمور كثيرة. يعني أنا صراحة بالنسبة لي أنا أجهلها، ولكن هم مهتمين في هذا التراث، وهذا نوع من أنواع التراث أن يلبسونه. وفي اليمن بعدهم موجودين، موجود عندهم. طبعا في اليمن نتميز بالرأس، بالرأس يكون الرأس أغلى شيء في الجنبية. أي نعم، لأنه يكون مصنوع من قرون الحيوانات الأصلية ما شاء الله، سواء كان قرن الوعل أو قرن وحيد القرن، هذا اللي يسمونه الزراف. في جنابي في اليمن توصل أسعارها إلى 10,000 دولار، وفي 100,000 دولار ما شاء الله، وأغلى جنبية في العالم وصل سعرها 1,000,000 دولار. ما شاء الله ما شاء الله، قديمة مرة. النصال نسويهم من حديد الجنزير، اللي هو حديد دبابة، أفخر أنواع الحديد دبابة. إيه طبعا مش سلاح هذا أو شيء، مورود شعبي. أيوة يلا، مشكور مشكور على المعلومات هذه. أو عندكم البنادق القديمة جدا، هاي كلها للبيع ولا للعرض؟ كلها للبيع. للبيع. كله. تعالوا شيل. شيل. هاي الكاميرا، هاي هذه هاي هاي شفتها من السنة اللي طافت، أنا شايف إنها هذه. إن شاء الله أنا متذكرك. ها؟ ومصورنها بعد. الله يعطيك العافية إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. هاي اللي مهتم في الأمور هذه أدرى. أنا صراحة اهتماماتي شيء ثاني. الله يعطيكم الصحة إن شاء الله. هذا محلهم موجود هني، الراجح بن راجح. بجيك طولي بعمرك. لا قول لي. هذه عقيق، هذه زيارتك عندنا. طول لي بعمرك، والله العظيم اني ما اريد شيء منكم. حلفت ودام انك حلفت. طول لي بعمرك يا عمي. طول لي بعمرك. ومشكورين مشكورين. هذا بن راجح للتحف، اللي حاب انه ياخذ له تحفه ويزين فيه مجلسه، ترى هذا هو المكان الانسب. وتراها فرصه، تراها فرصه، ترى القريه العالميه 3 شهور، القرية العالمية. حساب انستغرام ويقدروا يطلبوا أي شيء من الحساب، حتى من انستغرام. انستغرام نوصل لأي مكان في العالم مرة كله. أشكرك أنا. هذا بالراجح بالراجح. يلا مشكور عزيزي. طول لي بعمرك طول لي بعمرك. وهذا رجعنا للعسل هني ما شاء الله، قلت لكم العسل عسل. المهم يا أخواني، في نهاية هذا الفيديو أتمنى هذه القرية العالمية بشكل عام هني، اللي تحتوي على البهارات وعلى أشياء تراثية وعلى العسل بأنواع، وكل هني يحاول أن يضيفك وأنواع العسل بأنواع هني. هذه البهارات موجودة. المهم يا أخواني، أتمنى استمتعتوا في الحلقة هذه، ولا تنسونا دعائكم، ولا تنسونا بالضغط على لايك والاشتراك، وأيضا متابعتي في مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا لكم على المتابعة، ونشوفكم إن شاء الله في قرية ثانية في القرية العالمية لعام 2020.